منيح انه اجينا، والله الجو كثير حلو ورايق. وهلا كمان بعد شوي بننزل على المي. اياد انت شبك ليش مو على بعضك؟ ها؟ لك لسه هلا وصلنا، يعني ما بدي انزعلك مرقك من اولها. في شي لازم تعرفه، واذا ما حكيت ما رح ارتاح. يا شريك هي اجينا اجازه، بس انت وشك ما عم يتفسر بالمره، يعني احكي وارتاح. شو صاير؟ ليك ريما، تمام خلص فهمت عليك، انا استعجلت بقراري بخصوص الزواج. انا بعرف. ليك اياد انا متاكد انك انت بتخاف علي لانك بتحبني، بس صدقني لما بتتعرف على ريما منيح راح تحس انها مختلفه، وراح تعرف قديش بنت منيحه. وبعدين انا بحبها كثير لريما، وهي كمان بتحبني، وبرايي هذا هو المهم، والباقي حكي فاضي. هات لشوف. وانت شو اللي مضايقك؟ احكي وفشي لي قلبك، بركي بترتاح شوي، وبعد هيك بنقدر ننبسط شوي وناخذ راحتنا، منيح هيك؟ يلا احكي. خلص انسى، مو وقته. طيب مثل ما بدك. قبل ما انسى، ليش انفصلت انت وفتون؟ فتون خبرتك؟ ايه هي، وكانت مزعوجة وقت خبرتني بالقصة. عن جد كانت مزعوجة؟ كتير مزعوجة عن جد، يعني برأيي الشخصي هي لساتها حاسة بشي تجاهك، فأنا حسيتني لازم خبرك. يلا المهم هلأ ننبسط ونغير جو. ايه طبعا. صحيح أمير، أنت ليش ما بتبقى معنا؟ لا مستحيل، أنا عندي شغل، في ألف قصة براسي. بس لآخر الأسبوع. لا ما فيني، أنا ما بقدر أخذ إجازة وأنت بتعرفي. بعدين غير هيك، أنتوا جايبين معكم شنتيكم، أنا ما جبت معي شيء أبدا. ليك أمير، يعني إذا ضليت شو رح يصير؟ بعدين أنت من زمان ما أخذت عطلة، يعني أنت مشان بتول لازم تبقى معنا، ما هيك؟ طيب نحن عن جد رح ننبسط كثير هلا بنشوف. اسمعوني لشوف، ضل شوي وبعدين برجع، لا تحرجوني اكثر. تمام 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 مثل ما بدك. طيب انتوا فوتوا وضبوا غراضكم، انا رايح صف السياره وارجع. ايه ماشي. يا ملعونه طلعتي مهينه ابدا. مجد عم بدق، اكيد حكى له اياد. شو بده يحكي له؟ لا ولا شي، يعني هيك كلمه وطلعت. يلا خلونا نفوت هالغراض ونروح ندور عليهم. يلا يلا يلا. تستفزني هالمخلوقه العمى، مو معقول شو بتوتر لما اشوفها. لو سمحتي بتول ما بدنا مشاكل. اهدي. انت حكيت شي لمجد؟ انا ما حكيت له فتون، بس لو اتصلت تليفون كنت قلت لي، يعني ما كان في داعي تجي لهون. ايه معك حق، نحن تصالحنا ولا لساتنا منفصلين؟ شو يعني خبريني مشان اعرف اتصرف. مين هدول البنات؟ يعني انت غيرانه؟ يعني على مين بدي غار؟ لا ما غرت. ما غرتي؟ اي مو مشكله، انت اصلا بتكوني خبرت الكل انه انفصلنا. يعني انا هلا زلمي عزابي بعمل يلي بدي اياه. لا ما في. امبلا. لا مو على كيفك. على فكرة أخلاقك منزوعة على الآخر. من وراك أنت لأنه رح تجنني. طيب ليش؟ يعني قليلي شو السبب؟ السبب؟ السبب كتير بسيط، لأنه ريما رفيقتي. أنت ليش لا تخرب أخلاق مجد وتنزعه؟ لا عن جد أنت مو معقولة، شو شايفتي ولد صغير؟ أنتوا كنتوا رح ترقصوا صح؟ قلتي لي نرقص؟ رقص شوها؟ طلعوا من هالبواب إياد، كنتوا رح ترقصوا. أنت جاني على الآخر على فكرة. أنا ما نزعت له أخلاقه لمجد، كنت قاعد هون وعم بتسلى لحالي شوي. بعدين ماني مجبور إني برر لأي مخلوق، مزبوط؟ مزبوط. وهلأ لكان من بعد إذنك. أه.
تركني هون لحالي وراح.